مرحبا. في تحديث البي بي ام الجديد صار تقدر تخصص رمز بن خاص بك. بالاول كان بمبلغ، الان اصبح مجاني. تقدر تغير رمز البن الخاص بك وتختار اي رمز انت تحتاجه. مثل كذا على سبيل المثال، هذا الرمز انا بغيره من الرمز هذا اللي معطيني اياه بشكل عشوائي تطبيق البي بي ام الى رمز انا اختاره، ممكن يكون بشكل مميز او يعنيك بصفه خاصه. بعد ما تدخل على البروفايل الخاص فيك تضغط هنا، بعد كذا راح يدخلك على خانة اللي هو رمز البن المخصص. هنا تختار لك رمز مخصص بك أنت أيا كان، يكون حروف وأرقام ما في مشكلة، المهم أنه يتجاوز 6 أحرف. وأنا هنا اخترت رمز جديد للبن، بعد ما اختاره يكون من 6 أحرف وأرقام. أضغط على تم، راح يجيب لي رسالة التأكيد، أقول له صحيح وننتظر لحد ما يبدل البن بالشكل هذا. بعدين أقول له موافق. الآن لو نلاحظ هنا أنه البن تغير من الرقم العشوائي اللي كان معطيني إياه التطبيق نفسه إلى البن اللي أنا اخترته. علشان يسهل على الجميع إذا حبيت أنك تعطيه أحد أو شيء ويسهل حفظه. أتمنى بإذن الله أن الشرح هذا يفيد الجميع، وتحياتي لكم.